اهلا بكم. وطبعا تروح مدرسه يا اما بتروح الكليه، بس كان فينا واحد بيتعلم صح؟ كان واحد فينا مميز؟ الفصل طبعا عندنا فيه عدد طلبه كتير جدا، بس كان واحد بس مميز في الفصل عندنا؟ بيبقى واحد او اثنين او ثلاثه. طيب ازاي احنا نبقى مميزين زي الشخص دوت؟ ازاي احنا نبقى متميزين مكاننا؟ الناس دي كلها زينا زيهم عادي، مفيش اي اختلاف. الفرق بس ان هو عرف يتعلم صح. كلنا بنتعلم، بس كلنا بنتعلم بطرق مختلفه. بس هل انت ازاي تقدر تتعلم صح؟ وازاي تقدر توصل لنفسك المعلومات وتبسطها وتدخلها جوه مخك مهما كانت صعبه تبقى بالنسبه لك سهله وتعرف تفتكرها؟ ده اللي هو انك عرفت ازاي تتعلم. الاول اعرفكم نفسي، بس انا احمد ايهاب. هبتدي معاكم دوره النهارده اسمها تعلم كيف تتعلم. في الدوره دي هنعرف فيها كذا موضوع مختلف، هنتعلم منها افضل طرق التعلم. اول حاجه طبعا لازم اعرفها ان احنا ايه الفرق بين التعليم وبين التعلم. مش كده بس، احنا هنتعلم عن المخ البشري وازاي الخلايا العصبيه اللي موجوده عندنا احنا نقدر نوصل لها المعلومات بطريقه صح، وازاي احنا نعمل خرائط ذهنيه ان احنا نقدر نوصل بقى عليها المعلومات بشكل من بساطه ان احنا ممكن مثلا نفتكر حاجات كتير جدا من ورا الورقه وحسنا فكره. احنا خلاص كده افتكرنا المنهج اللي احنا كنا عايزين نمشيه. ده طبعا التعليم الذاتي اللي هو سيلف ليرنينج. انت ازاي تقدر تتعلم حاجات ديت على مواقع موثوقه، انت تاخد منها كورسات كويسه جدا في المجال دوت، وازاي انت تقدر تطبقها في حياتك عامه. مش كده بس، احنا كمان هنشوفه في الاخر ايه هي المعوقات اللي بتوقفنا عن التعلم وازاي احنا نقدر نتغلب عليها. كل ده هيتعرض في سبع حلقات، كل حلقه فيها موضوع مختلف عن الثاني. خلال السبع حلقات ديت هنستخدم بقى كل حلقه موضوع معين. ما هنعملش الاول اللي هو اول حلقه بجد موضوع شيق جدا ومهم، وهيغير منكم وهيخلقكم ناس متميزه، ناس غير الناس اللي اي حد كده كلنا مش زي بعض. لازم نكون متميزين، الدوره مهمه جدا ما تسيبوهاش. شكرا ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع نفهم نتعلم ببساطة.